أكد كمال موسى مدرب فريق مرودية الجزائر إلى أن فريقه في حال تأهله إلى ربع نهائي كأس الكاف والذي اقترب منه سيكون قادرا على مجابهة أي فريق إفريقي كان. لي زوبجيكت تاعنا في لا كوب دي لا كاف تي اشلوني هو بون بريمي اوبجيكتيف تاعنا سينتهي ان شاء الله الى دور المجموعات. دروك احنا في المجموعات طلبنا عندنا هدف اخر، غيرنا الهدف تاعنا اللي هو التاهل الى الدور الربع نهائي. دروك في الدور الربع نهائي دونك لا كان تاهلنا ان شاء الله ما في الدور الربع نهائي دونك عندنا امكانيات باش ننافسوا اي فريق ونظل من ان شاء الله كنت اهل الربع نهائي راح تكون ربما تكون فيها رونفورسمون يكون فيها نوتر ريكروتمون تكون فيها نوتر بريباراسيون ولي جو ان شاء الله يكونوا في ان فورم تكون ميور كل لا فورم اللي فيها اكسيون.